دائي العريس بتاعنا يعني نريد أن ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله زواج مبارك إن شاء الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله